قبل ما نطلع نشوف التقرير مع بعض الخاص بمجزر البساتين، احنا اللي هنشوفه ده هيكون تقرير زميلنا العزيز مراسلنا محمد سعد اللي اخذ كاميرات صباح دريم وطلع مجزر البساتين، قضى وقت كبير هناك عشان يفهم المجزر شغال ازاي على قدم وساق لاستقبال اشمعنى البساتين، عشان زي ما قلت في حوالي 60% من اللحوم اللي بناكلها عموما في مصر بتطلع من مجزر البساتين، ده اعتقد انه اكبر مجزر في مصر. لكن كمان يهمني قوي نطمئن على احوال المجازر، ويهمني اكتر نعرف ايه حقيقه الخبر اللي كل سنه في الايام دي بنسمعه، يقول لك غرامه تريليون جنيه على اللي هيذبح خارج المجزر، وبنقعد نتراهن ونراهن بعض، وبالحقيقه ما بنلاقيش حد اصلا بيذبح جوه المجزر، يعني غالبا كل الناس بتذبح برضه في الشارع وعند الجزارين بره وتحت البيوت وفي الجراشات، وده منظر الحقيقه نتمنى ان احنا مع بعض واحده واحده نغيره تماما. دكتور عصام البطاوي رئيس مدير اداره المجازر، يا اهلا بيك يا دكتور بالهيئه العامه طبعا للخدمات البيطريه، اهلا بيك يا دكتور عصام. اهلا وسهلا انا وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، احنا هنسمع لك كلمه مهمه في مجزر البساتين، ولكن طمنا اولا هل صحيح انه هذا العام غير الاعوام السابقه هيكون في تنفيذ للكلام اللي بنسمعه من الجهات المعنيه بانه ستطبق غرامه وعقوبه على من يذبح خارج المجازر؟ هو الحقيقه احنا رغبنا، عملنا ترغيب بالنسبه للجمهور والناس اللي بيقوموا بالاضاحي في عيد الاضحى بان احنا فتحنا المجازر مجانا وبنقدم الخدمه مجانا من خلال الاطباء المتواجدين بالكشف على الذبائح على الحيوانات قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح وختمها والتخلص من فهي من المبالي وهو بيجيب معاه الجزار يا فندم للمجزر؟ الخاص دي لا مش سامع، بيجيب معاه الجزار الخاص دي اللي هو بيذبح له جوه المجزر، احنا موفرين له المكان. ايوه ببلاش، موفرين له الميه، موفرين له كهرباء، موفرين له طبيب، والكشف الطبي ده اهم حاجه. والكشف الطبي ده اهم حاجه طبعا، عشان سلامه اللحوم المقدمه كهادي وضاحي خلال هذا العام للمستهلك او للجمهور يعني. طيب فان شاء الله يبقى عيد سعيد باذن الله باذن الله. معلش بس دلوقتي انا واثقه، انا حتى زمايلي بيسالوني طب يعني المجازر قدرتها الاستيعابيه هتكون قد ايه؟ ما هو ممكن دلوقتي المواطنين لما يسمعوك يتشجعوا يقول لك طب انا عايزه اذبح بطريقه امنه، انا فعلا هاخد الجزار بتاعي والذبيحه ونطلع على المجازر طالما ببلاش وموفره المكان والميه والكهرباء وفي طبيب بيطري هيكشف على الذبيحه كمان ويديني رايه، لكن الناس هتخاف يحصل تكدس مفاجئ اول يوم العيد، هتعملوا لها مانجمنت ازاي دي يا دكتور؟ ان شاء الله القدره الاستيعابيه، يعني مجزر زي مجزر البساتين انا عندي 11 مجزر صغير يعتبر داخل المجزر، 11 عنبر الطاقه الاستيعابيه يذبح له يعني يوميا في المواسم العامه بيذبح له بيعدي ال 2000 و واحنا برضو عايزين نقول للساده المواطنين بنفكرهم انه الراي الديني الشرعي انك مش لازم تذبح اول يوم العيد، معاك ايام التشريق مش لازم نتكدس كلنا في اول يوم العيد. طيب فاتح ابوابه لاستقبال الجمهور ونتعشى من الاستجابه ونحافظ على البيئه. هنطبق القانون والمخالفات ولا لا يا دكتور؟ برضو حضرتك ما جاوبتنيش على فكره. نعم يا فندم. هنطبق القانون والغرامه ولا؟ هو طبعا في شرطه البيئه معاهم اي مشكلة مع الخارج. انا مش سامعه. هيتم اتخاذ الاجراءات. طيب انا نفسي بص يا دكتور، احنا هنكون اجازه صباح دريم في صف العيد، انا نفسي بعد اجازه العيد نرجع ومعانا عدد مثلا من القضايا او المخالفات اللي اتحررت ضد مواطنين ما التزموش بالقرارات دي وذبحوا في الشارع. الله يخليك يا دكتور، خلينا يا جماعه نتجه لدوله قانون ودوله نظام، مش كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها يا دكتور. تمام يا فندم، احنا بنحاول بنرغب الجمهور
دي جزئيه. الجزء الثاني بنكافح طبعا من خلال المتابعه، من خلال اطباء التفتيش، ودي لجان من شرطه التموين وشرطه المسطحات ووزاره الصحه، كل ده كل دي الجهات اللجان اللي هتنزل مع بعضها، بتنزل لجان مشتركه. تمام. طيب اللي يشوف مخالفه، اللي يشوف حد واقف بيذبح في الشارع او تحت العماره او في المجزر في اي مكان خارج المجزر، يتصل يقدم شكوى لمين؟ على طول، على طول بالنسبه للشرطه بيروح بيعمل على طول محضر شرطه الاول، بيحرر. محدش يا دكتور في العيد هيسيب اهله، محدش في العيد يا دكتور هيسيب اهله ويروح القسم يعمل محضر وبيسيب دي عمليه بسيطه حضرتك. طب ما تدينا خط ساخن يا دكتور عصام. الخط الساخن 5 19 5 1. كم؟ أنا أسفة، كم؟ 5 1. لا طب لو أنتوا سامعين يا شباب الرقم بس خدوه منه. طيب الخط قطع مع دكتور عصام، معلش يا شباب بس كلموه، خدوا رقم الخط الساخن وقولوا لنا واحنا على الهوا كمان نقوله دلوقتي، لأن دي أعتقد طريقة فعالة أكتر بكتير. يعني عمليا ما حدش هيسيب أهله. 19 5 61. أشكركم يا شباب. 19 5 61 ده رقم الخط الساخن اللي هيشوف حد بممارسات خاطئة ضد الأضاحي أو بيذبح خارج نطاق المجازر، يتصل على هذا الرقم ويقدم شكوى. احنا عمليين طبعا، لو تقدر تروح القسم تروح، بس انا عمليه يعني، ما حدش هيسيب العيد والاهل والاصدقاء والقرايب والفطار وينزل يروح يعمل محضر في القسم بصراحه عشان حد بيذبح بره العماره. لكن ده رقم خط ساخن، خليكوا ايجابيين ارجوكوا، عايزينها دوله نظام مش دولة كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لأنه سنة ورا سنة ورا سنة إن شاء الله بجهود بعض هنوصل بعد كده إن إحنا يبقى فعلا عارفين إنه الذبح يتم في المجازر فقط لا خير لا غير. مش كل واحد يشتري عربية جديدة يجيب ذبيحة قدام باب البيت ويذبحها، عشان ده غلط. طيب تعالوا بقى نشوف كده مجزر البساتين، وزميلنا محمد سعد اللي قضى وقت هناك عشان يتعرف على الجزارة هناك في مجزر البساتين واستعدادات المجزر على سبيل المثال طبعا لعيد الأضحى المبارك، طريقة الذبح الصحية. واعتقد ان محمد سعد الحقيقة زميلنا مشكورا، نتكلم هناك في نقطة مهمة جدا متعلقة بالأختام، لان الموضوع ده كان قلقنا جدا واتكلمنا فيه اكتر من مرة في صباح دريم، الكلام اللي بيتقال ان في أختام بتتحط على مواشي، هي اختام هي اصلا المفروض مواشي مستورده بيتحط لها اختام بلدي، اللغط الكبير ده كان لازم نتكلم فيه. محمد سعد طرح كل هذه التساؤلات الهامه جدا وجاء لنا بهذا التقرير المهم من داخل مجزر البساتين، ونرجع بعدها مباشره نسال سؤال ونشوف الدروس الخصوصيه يا ترى هتنتهي بجد العام الدراسي 2016-2017 ولا زي كل سنه. هو الحمد لله بالنسبة السنة دي الحقيقة كل المجازر بتاعت الجمهورية مفتوحة لاستقبال حيوانات الإضاحي في الأربع أيام العيد لتقديم الخدمة للمضحي للحيوان. مفيش كيلو لحمة بيخرج من المجزر إلا ما صالح للاستهلاك الأدمي بنسبة 100%. هو فساد اللحوم بتبدأ من عملية النقل والتداول والتخزين والعرض، زي ما حضرتك عارف وبتشوف احنا عندنا سلوكيات وعادات وتقاليد، الخبز على الأرصفة واللحوم خارج المحلات والأحذية داخل الفترين، فده سلوك عايزين نغير منه إعلاميا وبمستوى الإرشاد البيطري نقدر نوصل. دلوقتي أهم حاجة بالنسبة لنا الختم لتمييز نوعية الحيوان اللي مذبوح أو اللحوم ديت، إذا كان ضأن أو لحوم بقري أو لحوم جاموسي أو لحوم جملي أيا كانت أو لحوم ماعز. الختم اصلا عباره عن بكره اسطوانيه، في منها انواع بتتختم بيها اللحوم الكبيره السن، ودي بتبقى علامتها شكل مثلث، واللحوم صغيره السن بيبقى شكل مستطيل زي اللحوم اللي احنا قدامنا دي. اولا دي لحوم لحيوان بقري، بنلاقي ان البكره دي عباره عن 5 لقم او 5 قطع في الشكل الاسطواني، اما يتم ختم اللحوم بيها بتطلع لي على شكل شريط، كل شريط مقسم الى 5 لقم. اللقمه الاولانيه زي ما احنا هنا شايفين مكتوب عليها محافظه القاهره، دي بتحدد نوع المحافظه، في كل مكان بتلاقي نوع المحافظه فيها مكتوب، هنا محافظه القاهره. تاني حاجه اللقمه التانيه بيبقى مكتوب عليها اسم المجزر،
هنا المجزر الآلي بالبساتين برضو واضحة. اللقمة الثالثة بيبقى عليها تاريخ الذبح اللي هو اليوم اللي تم فيه الذبح، وهنا مكتوبة يوم الأحد. اللقمة الرابعة نوعية اللحوم نفسها، هنلاقي هنا كلمة بقري صغير. اللقمة الخامسة والأخيرة بتبقى عليها العلامة السرية اللي موجودة. ده عجل إعدام، واخد بالك، ما تختمش طبعا، في عجل إعدام بسبب الإعدام بتاعه، واخد بالك، هو عبارة عن حمى أو ففرش، ماشي. فتحنا في المصل العضلات بتاعت القلب نفسها، لقيناها ايه معموله بالدم او فيها شويه بقع نفسيه من الدم نفسها، ماشي، والاحتقان في الرئتين مع الكبد نفسه، واخد بالك، برضك هل يكون جزء محتقن، ماشي، الاحتقان مع الاحتقان في الليمف نود نفسه. الكبده الصح، انا عندي هنا غده كبديه، الطبيب البيطري اثناء الفحص في العنبر بيفحص هنا لقى سليمه زي ما حضرتك شايف، متشرحه ما فيهاش اي حاجه. الحاجه الثانيه ان القنوات المراريه خاليه من اي دوده كبديه. نمره 3، سطح الكبد املس، ما فيش اي خراريج او ابسس موجود فيها، ما فيش اي بقع نصفيه، واخده اللون الطبيعي بتاع الكبده بتاعته. في الحاله دي الطبيب البيطري بعد الفحص كل عضو من الاحشاء الداخليه ليه فحص معين. هنا انا بدور على الدوده الشريطيه، هنا انا بدور على نوع من السيست، يرقات الدوده زي ما شايف حضرتك. القلب الدكتور اسمه بيورق او بيشرح القلب 7 ورقات، بيدور لقى سليم مفيش مشكله، فحص الكلى برضو، ادي الكلى لقاها زي ما حضرتك شايف، بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفاء لاي حد ياكلها.